السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على وين 6 إصابات بفيروس كورونا في المنتخب الوطني أقل من 20 سنة، يعني 6 إصابات هذو اللي ظهروا. وكاين فانيك في البطولة الجزائرية وين فرق وين راهم مخفيين كما يقول لك، ما راهمش عاطين العدد اللي شاد. هذه من عند من الداخل تاع الاتحاديه خبر هذا جايبه، والناس يعرفوا واش راني نهضر، ما عارفينش نهضروا وين. كاين بزاف فرق اللي فيها كورونا، صابوا كورونا بصح ما راهمش يهضروا، ما راهمش يمدوا العدد الحقيقي. ومن الصعب البطوله الجزائريه تبدا في وقتها المناسب، من الصعب ما نعرف في الشك، نقولوا احنا 50-50 تبدا ما تبداش، من الصعب باش تبدا. احنا وين سجل المنتخب الوطني الاقل من 20 سنه 6 اصابات بفيروس كورونا ضمن اللاعبين المشاركين في تربص سيدي موسى، وهذو اللاعبين راهم لعبوا ضد المولوديه، مولوديه الجزائر، يعني راهم لعبوا 6 حالات كورونا. وكشف الموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن التحاليل التي خضع لها لاعبو المنتخب الوطني أقل من 20 سنة كشف عن 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا وسط لاعبين المنتخب الوطني. شوف كيفاش وين ما هي سهلة، والله ما هي سهلة. ربي يشافي هذ الوليدات، إن شاء الله ربي يشافيهم، والله يشافي. كاين لعابه بزاف، كاين بزاف لعابه راهم في الانديه الجزائريه اللي راهم بالكورونا، لكن تبقى الارقام غير حقيقيه في الانديه. واش راهم يمدوا ديجا الماتش تاع النهد الصيف ما لعبوهش، علاش الكورونا؟ فاني كاين بزاف صوالح. وين شفنا هنايا فانيك السيربي نهار اللي جاو هنا المستغلي ما كملوش التربص تاعهم، كاين بزاف صوالح. وين شفنا كيفاش اكد ذات مصدر انه سيتم اخضاع اللاعبين المصابين لحجر الصحي، فيما سيعود بقيه التعدد الى انديتهم بعد انتهاء التربص سيدي موسى. ولم يكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكره القدم عن هويه اللاعبين الذين تاكدت اصابتهم بفيروس كورونا. ويذكر أن المنتخب الوطني الأقل من 20 سنة خاض تربص بمركز سيدي موسى من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري. يعني نحن شنو نقولوا هذا الوليدات هذو رجع ربي شافيهم، خاطش على هذا مرض راه عالمي. كيما يقول لك ما نفرحوا حتى لواحد، تسمع واحد مريض تقول له ودي الله يشافيك، خاطش ما تنجمهاش كاع، راك عارف ماشي عارفينها كاع. ترى تفوت عند طبيب انت فيك ضرسه، تيقول لك فيك كورونا، باي تقلع ضرسه تيقول لك فيك كورونا، هي انت اكذب روحك. على ذلك نقول له ودي هذا المرض كي تسمع واحد قول له ودي الله يشافيه، ما تفرحلهش، قول له ودي الله يشافيه، خاطر هذو الذنب تاعهم ما كان والو. وفانيك نزيدو نقولو بلي سيدي موسى كاين اداريين، كاين ناس هذوك اللي يخدموا سيكوريتي فماك. فانيك زيد فانيك كاين اطارات فماك خدامين وين صابوا فيهم كورونا، حتى في الاتحاديه وصابوا كاين كورونا وساكتين، حتى في الرابطه صابوا كورونا والناس ساكته، الناس هي ساكته. على ذيك وعد الحيطه والحذر كما يقول لك، ماشي لعب. اي صعيبه راك تشوف اسبانيا بيديروها من 10 تاع الليل للستة تاع الصباح. تشوف اسبانيا غادي يديروها، خاطش عاود انتشرت، عاود تولات وصعيبه. هذا هوا يمشي، ريح يمشي، ماهوش بنادم يمشي يجي عندك تعرفه راه جاي عندك، ولا هذا ريح تولي ما تخصيش كاع كي جاي. احنا رانا لا تعقيم لا سيدي، رانا غير على الله، على ربي نمشي وصايك، ما تنجمش تعرف كاع شكاين. على ذلك نقولوا بلي ودي هذا لازم في المنتخب، في الانديه ما عندناش امكانيات الكبيره. وزيد انت في الناسيونال دو، زيد في الريجيونال، ريجيونال ان ريجيونال، الشرفي ما قبل الشرفي، غير شراكين
اي انت وير التعقيم هذا تاع هكا تاع التراك تاع عليك تاع تعيشوا لك هنا يا ودير عم كاش منها قليله هذيك هذيك تولي قاعد ما تخدمش اي هكا يا الله والمودل بزاف صوالح بزاف بزاف هذو التدريبات وهذو الناس كي قام مازال ما بداتش مازال ما بداوش كلي مازال ما بداوش كلي راه حاصل حاصل في اللعابه يخلصهم ولا ما يخلصهمش علاش راه كاين كاين اللي مازال يسال راه يسال في عام يسال ما خلصش كاين اللي مازال ما ترين جاي تريني وحده وزيد كورونا زيد التحضيرات كي دايرين تربصات تمشي 100% هي نورمالمون تربص التربصات الاوروب على عاودوا ولاو بالخف خاص كان عندهم استئناف لوروب لوروب علاه عاودوا ولاو بالخف ريحوا ذاك الشهر وعاودوا ولاو علاه كان عندهم الاستئناف كان قعدوا خدموا وعاودوا ولاو ومن بعد عاودوا بداو الشامبيونات تاعهم نورمال راك تشوف راهم ناجحين فيها الا ما بلعوش الا ما حبسوش راهم يشوفوا راهم يديروا بالاجراءات تاعهم بالله 11 تاع الليل حل 6 تاع الصباح راهم يديروا بالاجراءات راك تشوف كيفاش كيصار يا ربي في فرنسا في ليون في مارسي كلش راهم يبلعوا راهم يبلعوا 11 تاع الليل 10 تاع الليل يبلعوا ممنوع ما تدورش الدور بروسي توشيك في جيبك كان لا هضره لا والو يقضبك الزوجه الحبس على هذيك شو الصرامه كي دايره حنايا ماشي مكه الصرامه حنا رانا مستهزئين وزيد بطوله جزائريه حنا ما عندناش امكانيات كبيره لازم تفهموا واجبه ما عندناش يا عندك ستاد تاع واحد ستاد تاع بولو غير شحال فيه شحال بدلك الباوت شحال بدلك لي ستاد تاع وهران هنا شحال بديلك هنايا مستغالين فيها فيها زوج تاع لي ستاد فيها بن سليمان وفيها بيبوك فيها زوج برك شحال فيها ستاد كبير مبلع هايا وين بيت العاب نتاي وش عا كاين من ايكيبي مستغالي كاين فيلاج يسخير فيلاج يسخير فيه ثلاثة تاع لي زيكيب وين تحاز انت في العاصمة تروح تروح لسطيف تروح لقسنطينة تروح لعنابة تروح لجاية تروح لتيزي وزو وش عا كاين شحال كاين ترجي هنا بالعباس كاين جات موشن فيها وقيلة ثلاثة تاع لي زيكيب تلمسان تلمسان فيها في هذاك الستاد القديم تاعهم اللي كانت تلعب فيه بكريس الوداد وكانت تلعب فيه بودغل وتلعب فيه جزر تلمسان هذو بودغل جزر تلمسان في الريجيونال لعبت كونتر عليهم كانوا يلعبون عقل كانوا يلعبوا فماك مغنيه فيها دوزي بالك فيها واحد ثلاثه تاع لي زيكيب ولا اربعه وزيد 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 عرفتو يعني منتخب وطني صعب منتخب وطني تعقيم صوالح من صابوا فيهم ستة هذه بالك هذه بالك مديكلارين منقصين بالك منقصين بالك منقصين هذه شو زعما ليكيب ناسيونال سي محمد والله واحد يخدم في الاتحادية الداخل يخدم ديال يخدم قال لي صعيبة قال لي والله لا صعيبة قال لي صعيبة وقال لي غادي يردوا يديهم فينك قال لي نهار ثلاثة قال لي قاعد يردوا يديهم هذا يخدم الداخل يخدم عزت شي كلش قال لي غادي قاع يردو يديهم قال لي رانا قاضيين عليهم غادي يردو قاع يديهم كيما قالها لي على حسابها راني هدرت على حسابها قال لي غادي يردو قاع يديهم قال لي نهار ثلاثة يردو يديهم قلت له على بالي قلت له بلا ما تقول لي قلت له ماشي يردو يديهم يردو يديهم ويطيحوا سراويلهم ولا يضحك قلت له مضارين عرفوهم قلت له يردو يديهم وسراويلهم مهودين عرفوهم كي دايرين كاش الراجل كاع على هذه نقولوا ديالك شوف حنايا نطلبوا الشفاء لهاد اللاعبين لازم يكونوا اجراءات نطلب حاجه لازم يكونوا خدت عليه كما تشوف مدور يقول لك البطوله نكملوها في اوت اودي انت يا ضرب انت قاعد كليما قاعد في اللوطو داير اجراءات تاعك داير منا يعني ما تخرج ما تروحش لي ستاد لي ستاد ما تروح لهمش ولاد الناس ما لازمش تخمم عليهم او خمم على ولاد الناس هكا اللي غادي يلعب يسكن مع عائله كبيره عنده 12 خو عنده 12 نكنه عنده الاقل اقل تصيب 15 طفل يعني يجي عنده يراق ها راح ها الدعوه كبرت هذيك الكنه تديها لدارهم وذاك الطفل يخرجها برا يديها عند جوارينو اي اكذب انت اكذب انت وذاك الجوار يخرج برا يجمع مع اصحابه في الليل هاي هاي ها زادت ها قلعت ها
هما ماشي دايرين تعقيم، ماشي دايرين لي زوروبيا عندهم 5 ولا 6 تاع لي بيست ديال لي غارديان وحدهم، لي ديفونسير وحدهم، لي زاتاكو وحدهم، لي زاربيت كل واحد وحده. الشيطان جيب الخير وصايب.